أهلا بكم. وثيقة مسربة وصلت لمديريات الشؤون الصحية في محافظات مختلفة بخصوص عقار معين أو عقارين معينين تم التوقيع أو التعاقد عليهم أيام كورونا أيام هلا زايد، وبعدين واضح أنه في حاجة غلط في الصفقات اللي تمت دي، سواء هم الدفع فيهم فلوس أو جم تبرع أو أيا كان. واضح أن يا إما العقارات دي وصلت وهي منتهية الصلاحية، يا إما وصلت والهيئة اللي اشترتها خدت العمولة وكمروا عليها في المخازن لحد ما برضو صلاحيتها خلصت، فدلوقتي بيحاولوا يتخلصوا منها بأي شكل. خلينا نشوف كده صورة الوثيقة اللي توزعت على مديريات شؤون الصحية في محافظات مختلفة واللي متعلقة بعقارين أيام كورونا. والبطل بتاع الموقعة دي اسمها هيئة الشراء الموحد أو اللواء بهاء زيدان. اللواء بهاء ده طبعا ليه قصص كتيرة جدا هنتعرف عليه أكتر في الفيديو اللي جاي، وهنعرف مع ضيوفنا إيه حكاية هيئة الشراء الموحد وإيه حكاية الوثيقة دي، ظهرت إزاي ومين اللي بعتها، وبرضو إيه قصة العقارين دول. لأنه الحقيقة الأخبار على يعني الأخبار المتعلقة بالعقارين دول تحديدا أخبار شحيحة شوية، يعني ما تعرفش تلاقي تفاصيل واضحة عن العقارين دول إلا يمكن في 3-4 أخبار على مدار السنتين اللي فاتوا يعني. فهنتعرف أكتر عن القصة وهذه الوثيقة، لكن خلينا نروح للواء بهاء زيدان ونشوف تفاصيل أكتر عن الرجل ده وعن هيئة الشراء الموحد في هذا الفيديو. دايما احب يكون عندي احتياطيات على جنب لمجابهة ظرف مش متوقع، وجه الوقت اللي احنا دلوقتي اتصور ان احنا لو احتاجنا ده هنطلعه. ويمكن انا الاحتياطات دي بقول هذه الاحتياطيات لا تمس يا بهاء، ها لا تمس الا بايه؟ بعد العرض عليا. خلاص، يبقى احنا عندنا وزارة صحة وعندنا موازنة صحة وعندنا بهاء وموازنة بهاء واعتمادات بهاء واحتياطيات بهاء اللي بيراجعها مع السيسي ومحدش يعرف عنها اي حاجه. عن الوثيقه وعن بهاء صاحب السيسي خلينا نرحب بضيوفي عبر الانترنت. الدكتور احمد رامي عضو هيئه مكتب نقابه صيادله مصر سابقا، اهلا بيك دكتور. اهلا بحضرتك دكتور سابق المشاهد. ودكتور مصطفى جويش وكيل وزاره الصحه الاسبق وخبير الوبائيات، اهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا. طيب دكتور احمد رامي هبدا معاك. الحقيقه ايه حكايه الورقه دي؟ ايه القصه اللي فيها وليه تم ارسالها دلوقتي لمديريات الشؤون الصحيه في مصر؟ يعني حضرتك لما بيبقى في دواء انتهت صلاحيته او قربت تنتهي صلاحيته، المفروض ان اللي بيتم التخلص منه بالاعدام. فوزاره الصحه ارسلت هذه المخاطبه الى مديريات الشؤون الصحيه بحيث يتم حصر الكميات اللي موجوده منها ويتم اعدامها. طيب فين المشكله في فكره ان في دواء انتهت صلاحيته وموجود في المخازن؟ يعني فين الازمه؟ المشكله ان المفترض ان الجهه اللي بتطلب هذه الاصناف هي هيئه الشراء الموحد، ولم المفروض بيرفع عليها احتياجات الجهات التابعه للوزاره كلها وهي بتقوم بالشراء. الصنفين دول ما حدش طلبهم، الصنفين دول هيئة شراء الموحد هي اللي اشترتها، لأن هي بتستخدم في علاج الحالات المتوسطة من الكورونا. ونتذكر جميعا أن كان بروتوكول العلاج في مصر ما كانش
بيشمل الحالات المتوسطة اللي كان بيحجز في المستشفيات هي الحالات الحرجة فقط. لذلك ما كانش فيه في بروتوكول وزارة الصحة شيء يخلي الأصناف ديت توصف للمرضى. لما كان بيجي حد حالته متوسطة كانت الجهات اللي بتكشف عليه تبع وزارة الصحة بتقول له روح البيت وما بتحجزوش ولا بتصرف له أدوية. لذلك في هذه الأصناف لم يتم إعطائها للمرضى. جميل. والشيء يعني المحزن أيضا إن سعرها مرتفع جدا، يعني أحد مديريات الشؤون الصحية اللي فيها ما يقرب من 1000 جرعة، التقديرات بتاعت ثمن هذه الأمبولات في محافظة واحدة 20 مليون جنيه، فما بالنا إجمالي الثمن في كل المحافظات كام؟ يعني لو ضربنا في 20 في المتوسط وهي ليست محافظة كبيرة اللي أنا بتحدث عنها. طيب دكتور مصطفى، الحقيقة في موقع مصراوي بتاريخ 26 ديسمبر 2021 نشر أن هناك شركة أمريكية تتبرع لمصر بكميات من عقارين لعلاج كورونا، وكان فيهم اسم الشركة إلي ليلي أو ليلى، مش عارف نطقها إزاي الحقيقة، والجزء الثاني متعلق بأسماء العقارات اللي وردت في الوثيقة اللي استعرضناها من شوية، وهو عقار بام لاني في ماب وإي تي سي في ماب. طيب الكلام هنا أن هيئة الشراء الموحد عملت الصفقة دي، وبعدها بشهر وفقا للوثيقة أو شهرين اتضح أن هم إكسباير أصلا ولازم إعدامهم. طب احنا ازاي بندخل دواء لمصر سواء تبرع او احنا شارينه وهو اكسباير او خلاص تاريخ صلاحيته منتهي؟ ما هي الحاجه يمكن دي انه اشكاليه اساسيه اللي كان فيها الدكتور احمد، اللي هو فعلا نهايه الشراء الموحد كانت هي المسؤوليه، اللي هو بازدان هي المسؤوله عن جميع توريدات عقارات ولقاحات كورونا على مستوى العالم طوال الفتره كلها، وكل المستلزمات والمعدات والالات والادويه وما الى ذلك. فكانت هي يعني اللواء بهازيدان كان هو الوحيد المسؤول عن اداره تلك التعاقدات، سواء كانت جايه زي جميع اللقاحات والادويه بالمجان او هدايا، لكن كان بروتوكول التعاون هو اللي بيوقعه بنفسه، وكانوا بيعتبروهم من مزيد من الانجازات. هو الحقيقه هنا النقطه ان هو اللواء بهازيدان نفسه داخل هيئه الشراء الموحد اللي هي مشكله بالقانون رقم 151 لسنه 2019 وكتاب مع رئيس الوزراء، يعني هو بمرتبه وزير، يعني مالوش علاقه بالصحه خالص، بيجلس مع رئيس الوزراء مباشره والحقيقه بيناقش كل تلك الامور. واضح جدا ان هذا العقار وصل مصر بتاريخ صلاحيه يا دوب هيخلص، يعني لو كان التاريخ حتى تفضلت بموضوع مصر اليوم اللي هو في شهر ديسمبر 2021 وتاريخه بينتهي في شهر فبراير او شهر ابريل، يعني بقي له ثلاث او اربع شهور مفروض تكون اكثر، اي صلاحيه اكثر من 6 شهور على الاقل او سنه، لانه 6 شهور بيبقى مرتجع. فبالتالي تبقى هنا حالات فساد واضحه جدا في اسلوب ادخال تلك الادويه الى مصر، خاصه انها شركه الواحد بتاخذ 7% من السعر في التوريد للصحه، سواء كانت لقاحات في المكان او غير مكان. طب هي دي الحقيقه نقطه مهمه دكتور، ودي محتاجه توضيح. لو انا القانون بتاع هيئه الشراء الموحد فيه 7% عموله، واللواء بهاء زيدان هو اللي عمل التعاقد على العقارين دول واللي هم اصلا منتهين الصلاحيه، يعني كلام دكتور احمد كده صح، احنا قدام قضيه فساد في راجل دخل دواء اكسبايرد خد 7% بتوعه وبعدين بيعدمه دلوقتي، انا كده فاهم صح؟ هو الحقيقه ايوه تمام، هو الحقيقه زي ما بيقولوا الشيء بالشيء يذكر. احنا كان عندنا في يوم 6 اكتوبر 2021 يعني من سنه وشهر دلوقتي لهم 110 ألف جرعة لقاح سينوفارم مرمية على الترعة في مركز نظار في المنيا أيامها. حتى الآن الموضوع تم التكتم عليه أن حصل نشر، حتى الآن لا نعلم كيف تم إلقاء تلك اللقاحات. قضية الرشوة الكبرى في وزارة الصحة في نهاية أكتوبر أيضا من العام الماضي كانت لها 3 مكونات، مكون ده اللي نشر الكلام ده الأستاذ مصطفى بكري نائب البرلماني في كلمة الأسبوع، وبعدها حذف الخبر لكن كل الناس مصوراه كوبي بوست، قال ان قضيه الرشوه ب 35 مليون جنيه في 3 مكونات، مكون لقاح كورونا من ضمن الفساد، مكون مكتب وزاره الصحه، مكون اداره العلاج الحر. كل تناولته النيابه بعد كده في المحكمه 5 مليون جنيه اللي هي قضيه العلاج الحر، لكن باقي 30 مليون جنيه اللي فيهم لقاح كورونا تم التكتم عليها ليه؟ لأن رأس الأمر هو اللواء بهاء زيدان اللي هو طيب. عنده صداقة وعلاقة شخصية. أنا هرجع لحضرتك تاني في موضوع اللواء بهاء زيدان ده، لأن أنت من أكتر الناس اللي كتبت عنه يعني من أول كورونا. لكن دكتور أحمد تقولت شوية أرقام مهمة أوي، قلت أن في محافظة واحدة في ما يقارب 20 مليون جنيه فساد، لأنه تقريبا في من 800 ل 1000 جرعة. طب أنا معلش سؤال،
إذا كان العقارات دي دخلت مصر عن طريق التبرع من شركة أمريكية، فهو فين الفساد؟ يعني أنت ليه حاسب أن الموضوع تكلفة مع أنه ما كلفش خزينة الدولة ولا مليم؟ الشركات ليست جمعيات خيرية. يعني من واقع البيزنس اللي الواحد لمسه على النطاق الصغير اللي هو فيه، هي الشركة بتدي هدايا أو أدوية منتهى الصلاحية مقابل أن أنت تشتري منها أصناف تانية أخرى، يعني ربما تكون انت لست في حاجه اليها. يعني هي كده كده هنفترض يعني ان الاصناف دي دخلت مصر دون مقابل لان تاريخ صلاحيتها قريب، لكن هي ايه اللي حصل تاني مع الشركه؟ لابد ان يتم فحص مجمل التوريدات اللي وردتها هذه الشركه، شركه ايلاي ليلي، لهيئه الشراء الموحد او لوزاره الصحه، ويفحص ملف هذه الشركه كاملا وعلاقتها بوزارة الصحة والتوريدات اللي تمت عليها، نشوف ايه اللي تورد تاني. مش معنى ان صنف تورد ان هو ده المعاملة الوحيدة مع الشركة، لا، في اصناف تانية اخرى بتتورد من جنس الشركة لمصر. مطلوب نعرف ايه الاصناف دي اتوردت باسعار ايه، وهل هي بالاسعار العادلة والمتعارف عليها سواء في السوق العالمي او في السوق المصري ام لا. مين المفروض يعمل ده دكتور؟ مين المفروض يعمل التحقيق ده؟ المفروض اللي يعمل دوت الجهات الرقابيه، الرقابه الاداريه والجهاز المركزي للمحاسبات. واحنا عارفين طبعا الجهاز المركزي للمحاسبات لما كان على راسه راجل مثل هشام جنينه بيصدر تقارير بتتحدث عن الفساد، ايه كان مصيره؟ في السجن الان. جميل. دكتور مصطفى اللواء بهاء زيدان، في شبهه فساد دلوقتي او حتى اشاعات تتعلق بفساد صفقه هو كان مشرف عليها. هل هناك جهاز رقابي أو جهة رقابية في مصر أو في وزارة الصحة تجرؤ على التحقيق مع رئيس هيئة الشراء الموحد اللي هو زي ما حضرتك قلت من شوية على علاقة وثيقة بعبد الفتاح السيسي؟ مع الأسف الشديد أي مشكلة هتمس التوريدات سواء كانت اللقاحات أو أدوية كورونا أو مستلزمات أدوية لن يجرؤ أحد في مصر على الاقتراب منها أو المساس بها، لأن بيسموها جهة سيادية، والجهة السيادية دي عندنا في مصر أصبحت يعني زي حائط الصد أو مجال للتكتم، أقصى حاجة يعملها حتى لو صدر قرار إن النائب العام يقول حاضر ينشر زي ما حصل في قضايا الفساد السابقة. اللواء بهاء زيدان يعني من وقت ما ظهر في الفيديو الشهير اللي السيسي قال له يا بهاء وعندك احتياطيات، الحقيقة الأخبار اللي حواليه كلها دكتور مصطفى لا تبشر بخير، يعني مش بتقول أو مفيش مؤشر يقول لنا إن الراجل عمل إنجاز مثلا حقيقي. طب لماذا يبقي عليه النظام مع انه اطاح مثلا بكذا حد قبله؟ يعني هو الحين كان الانجاز اللي عمله انه انشا من داخل هيئه الشراء الموحد ما يسمى بالشركه المصريه للاستثمارات الطبيه، اصبحت شركه عسكريه تستثمر في مجال التوريدات الصحيه من خلال هيئه الشراء الموحد، يعني عمل شركه قبضه من ايضا ضمن صلاحياته حسب القانون، بحيث اصبح بيتاجر داخل السوق المصري في المستلزمات والالات والمعدات والادويه، وجت كورونا زودته كل تلك الامور، والحاجه دي كانت كارثه فعلا واضحه. والحاجه الاغرب ان هو لما بيجي يورد للصحه، عندنا وزاره الصحه فيها اداره مشتريات واداره تعاقدات ومخازن، كل هذا الامر اصبح يتبع اللواء بهاء زيدان حتى المخازن العامه، فبالتالي بيورد بدون فحص، بدون معايير قياسيه، بدون اي ملاحظات على تلك الامور، ودي كانت واضحه جدا. يمكن كتبت في مقال فعلا في شهر نوفمبر من العام الماضي سميته الجيش الابيض والاسلحه الفاسده، بمعنى وكان حكيت في ملاحظه في منتهى الغرابه لما كان الدكتور محمد عوض تاج الدين زار مستشفى عين شمس قسم الامراض الصدريه اللي هو اصلا كان استاذ فيه وكان رئيس القسم، وقال ان جميع المدرسين والاساتذه والمعلمين كلهم عندهم كورونا. كانت ظاهره غريبه، طب ازاي؟ هل يا ترى ما يعرفوش يعني ايه كورونا؟ اكيد بيعرفوا. هل يا ترى ما عندهمش وسائل؟ ده عندهم، لان جامعه ان شمس كانت عامله مستشفى ميداني على حسابها. يبقى اذا الحاجه الوحيده ان تلك الادوات والمستلزمات فاسده او بالتعبير السياسي غير مطابقه للمواصفات القياسيه والجوده العالميه. فالاطباء او التمريض بيلبسهم فعلا تلك الوسائل لكنها لا تقي من المرض، بدليل ان وقتها في نهايه سنه 2020 منظمة الصحة العالمية قالت إن نسبة الإصابة بين الفريق الطبي في مصر 13%، وإن النسبة ضعف النسبة في أسبانيا. يعني أسبانيا يوم انهارت صحيا كانت النسبة عندها 7% فقط من الفريق الطبي. مصر كانت النسبة 13%، لما عندها 700 طبيب بيموتوا بسبب كورونا، ده المسجلين الرسميات غير التمريض والفنيين والمعامل والإداريين وما إلى ذلك. ليه؟
هنقول الدوله بتقول احنا موفرين لهم المستلزمات، ده الكلام الرسمي. يبقى اذا تلك المستلزمات فاسده وغير مطابقه للمواصفات، بشبهه فساد تحيط بالمسؤول عنها وهو اللواء بهازي ده. طيب دكتور احمد رامي، في رقمين الحياه مهمين قوي نختم بيهم هذه المقابله. الشركه ايلاي ليلي قالت في ديسمبر 21 هي تبرعت ب 12,000 جرعه من العقارين دول. حضرتك كنت بتقول انه تقريبا يعني متوسط التكلفه حوالي $300 او $400، يعني احنا بنتكلم فيما يقارب 120 مليون جنيه تقريبا لو احنا بنتكلم على 12,000 جرعه يعني. فالمبلغ ده مين هيتحمل تكلفته ومين هيدفع فاتورته؟ يعني هو لو هو تبرع مش هيبقى فيه مبلغ دفع في مقابله، لكن هي في الاخر الشركات بتعمل ايه؟ الشركات علشان تمشي اصناف تانية عندها بتقدم هذه التبرعات والتسهيلات والتسهيلات للجهات التي تتعامل معها. فالمطلوب لو احنا في دوله بتحافظ على صحه المواطنين وتحاسب المسؤولين فيها ان يحصل فحص المجمل التوريدات التي قامت بها شركه ايلاي ليلي لكل الجهات الموجوده في مصر. اشكركم شكرا جزيلا دكتور احمد رامي عضو هيئه مكتب نقابه صيادله مصر سابقا، ودكتور مصطفى جويش وكيل وزاره الصحه الاسبق وخبير الوبائيات، شكرا جزيلا لكم. طيب مستمرين بعد الفاصل هنتكلم عن قضية المحامين والفاتورة الإلكترونية، تابعوني.